مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الفطير المشلتت. عندي مي، نص كيلو طحين، ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح. لبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله، بحط الملح فوق الطحين والسكر، بحركهم مع بعض، بس حركتهم منيح. هلا بحط فوقهم المي. بسم الله، المي حسب الحاجة، بحط شوي وبعجن. بسم الله. هيدي العجينة بعد ما عجنتها طرية شوي. هلا بصرت العجينة بهيدا الشكل، شوي بتلتصق بالايد. بحط عليها زيت. بسم الله، شي خفيف، بعملها بهيدي الطريقة. بحط كمان زيت بالجاط، وبدهن العجينة. هلا بغطيها بنايلون وبتركها ترتاح ساعة. هيدي العجينة بعد ما ريحتها ساعة. بدي بلش بالطريقة أنا وياكم. بسم الله، بفرد العجينة بهيدا الشكل. حاول كمان اطراف ما خلي سماكي. بس فردت العجينة بهيدا الشكل، هلأ بحط سمنة، بدهنها بسمنة. بسم الله، بوزع السمنة عليها بهيدا الشكل، برجع بطويها على النص. بدهن سمنة كمان، كل طبقة بطويها بحط عليها سمنة. كمان نفس الشي من هيدي الميلة. هون بحط سمنة. هلأ بصرت بهيدا الشكل، بكمش اطراف مع بعض. بسم الله، شفتوا كيف؟ حاول اعملها بهيدي الطريقة. شفتوا كيف طلعت؟ بهيدا الشكل. بدهنها بالسمنة، بتركها ترتاح، بغطيها منيح وبتركها ترتاح نص ساعة كمان. بس ارتاحت العجينة، بحط سمنة بأرض الصينية. أكيد عم حمل فرن من الأسفل. بشيل العجينة هيدي الطريقة، كمان نفس الشي بحط سمنة عليها. بفلشها بالصينية على رواق. فينا نستبدل السمنة بزبدي او بزيت. هلأ بحطها بالفرن على درجة حرارة 200. هيدي الفطيرة بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله، لأشوفها انا وياكم.
لنشوفها مع بعض. ومقرمشي من فوق. هيدا الشكل النهائي. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.